يعطيكم العافية. اليوم بدنا نكمل درس القوى والأسس. طبعا في درسنا لليوم بدنا نحل السؤال الأول، بيحكي لنا اكتب كل مما يلي بالصيغة الأسية. طبعا في الدرس السابق حكينا انه احنا شو فكرة درس القوى والأسس، هي كتابة القوى والأسس من خلال عبارات الضرب. أنا حكينا في الدرس صيغتين، صيغة أسية وصيغة قياسية. الصيغة القياسية هي الصيغة التي يكتب فيها الضرب المتكرر دون استخدام الأسس، والصيغة الأسية هي الصيغة التي يكتب فيها الضرب المتكرر باستخدام الأسس. نيجي نشوف كيف بالمثال الأول. عندنا هون 7 ضرب 7 مكتوبة بالصيغة القياسية اللي هي كتابة جملة الضرب دون استخدام الأسس، بدنا نكتبها بالصيغة الأسية. ف7 ضرب 7 بتساوي 7 أس 2. عندنا الأساس 7، عدد مرات تكرار العدد 7 مرتين، ف7 أس 2 بتساوي 7 ضرب 7. تمام؟ نيجي ننتقل للعدد 8. عندنا هون الأساس شو هو العدد اللي تكرر 8. كم عدد مرات التكرار؟ 1 2 3 4. ف8 ضرب 8 ضرب 8 ضرب 8 هي نفسها 8 أس 4. تمام؟ طيب نيجي ننتقل للعدد 4. شو هو الأساس الرقم اللي تكرر عندنا 4؟ كم عدد مرات تكرار العدد 4؟ 3. إذا 4 أس 3 بتساوي 4 ضرب 4 ضرب 4. تمام؟ نيجي ننتقل للرقم التالي. عندنا العدد اللي تكرر 9. كم عدد مرات تكرار العدد 9؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 أس 8. تمام؟ طيب ننتقل للعدد 23. عندنا العدد 23 هو الأساس. كم عدد مرات تكرار العدد 23؟ 2 مرات. فالصيغة الأسية للعدد هذا 23 هي 23 أس 2. تمام؟ عندنا العدد -3. الأساس شو هو؟ -3. باجي بحطها بين قوسين. كم عدد مرات تكرار العدد -3؟ 4 مرات. إذا -3 أس 4. تمام؟ طيب ننتقل ل السؤال التالي، بيحكي لنا أجد قيمة كل مما يأتي. عندنا -4 أس 3. شو يعني؟ يعني -4 بدي أضربها في بعضها في نفسها 3 مرات، اللي هي -4 ضرب -4 ضرب -4 وتساوي -4 هيها أس 3. خلينا نوضحها بشكل ثاني. أنا -4 أس 3 وتساوي 64. تمام؟ -4 ضرب -4 -16 ضرب -4 ضرب -4 تساوي 16. 16 ضرب -4 وتساوي 64. تمام؟ 2 أس 6 شو يعني؟ يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. كم مرة تكررت 2؟ 1 2 3 4 5 6. 2 أس 6 بتساوي هي 2 أس 6 تساوي 64. تمام؟ طيب إذا بنشوف هنا السؤال هذا عكس السؤال اللي فوق، هو كاتب لنا إياهم بالصيغة الأسية، إحنا بدنا إياها نكتبها بالصيغة القياسية ونجد الناتج. تمام؟ 2 أس 6 تساوي 64. طيب -15 أس 2 شو يعني؟ يعني -15 ضرب -15 وتساوي كم؟ -15 أس 2 تساوي موجب، طبعا سالب مع سالب موجب، 15 ضرب 15 تساوي 225. تمام؟ إذا -15 ضرب -15 تساوي 225. طيب 103 أس 1، أي عدد مرفوع للأس 1 يساوي العدد نفسه ويساوي 103. طيب عندنا 23 أس 0، أي عدد 0 مرفوعا للأس 0 يساوي 1. هاي قاعدة، أي عدد 0 مرفوع، أي عدد مرفوع للأس 0 دائما بيساوي بيساوي 1. أي عدد مرفوع للصفر يساوي 1. طيب عندنا العدد 0 أس 11، يعني 0 بنضربها في بعضها 11 مرة. 0 ضرب أي عدد كم بيساوي؟ 0. إذا 0 أس 11 0. طيب 90 أس 2 يعني 90 ضرب 90. هي 90 ضرب 90. 90 ضرب 90 عندنا هون كم 0 موجود؟ عندنا 0. 9 ضرب 9 وتساوي 81. إذا 90 ضرب 90 اللي هي 90 أس 2 يعني 90 ضرب 90 وتساوي 8100. تمام؟ طيب ننتقل للرقم التالي 50 أس 3. شو يعني ال50؟ بدنا نضربها في بعضها 3 مرات، مش 50 ضرب 3، لا ال50 بدنا نكررها ونضربها في نفسها 3 مرات، يعني 50 ضرب 50 ضرب 50. 50 ضرب 50 ضرب 50 وتساوي عندنا كم صفر هون؟ 1 2 3. 5 ضرب 5 25، 25 ضرب 5 125. إذا 50 أس 3 اللي هي 50 ضرب 50 ضرب 50 وتساوي 125,000. تمام؟ الفاصلة بعد 3 منازل. إذا 50 ضرب 50 ضرب 50 تساوي 125,000. طيب 100 أس 5، شو يعني 100 أس 5؟ يعني ال100 بدي أضربها في نفسها 5 مرات. عنا 100 ضرب 100 ضرب 100 ضرب 100 كم مرة؟ 1 2 3 4 ضرب 100. تمام؟ يعني ال100 بدي أضربها في نفسها 5 مرات، مش يعني 100 ضرب 5، لا ال100 بدي أضربها في نفسها 5 مرات. كم صفر عندنا هون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أصفار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وشو العدد اللي اتكرر عندنا هون؟ ال1. تمام؟ إذا 100 أس 5 يعني ال100 بدي أضربها في نفسها 5 مرات. طيب 5.1 أس 2 يعني بدي أضربها هاي الرقم في نفسه مرتين. 5.1 بالعشرة ضرب 5 صحيح 0.1 بالعشرة، فناتج ضربهم بيساوي 26.01. تمام؟ اللي هو 5.1 بالعشرة تربيع بيساوي 26 صحيح 1%. تمام يا مس؟ إذا عندنا الأعداد في السؤال هون مكتوبة بالصيغة القياسية، بدنا نحولها للصيغة الأسية. عندنا السؤال التالي اللي حليناه هسه، الأعداد مكتوبة بالصيغة الأسية، فإحنا بدنا نفككها ونكتبها بالصيغة القياسية ونجد الناتج. تمام؟ خلينا ننتقل الآن للسؤال التالي، بيحكي لنا أجد الناتج في كل مما يلي. عندنا هون 11 ناقص 3 زائد 4 الكل أس 3. أول إشي بدنا نجد قيمة اللي بداخل القوس، هيها مسألة رقم 17. عندنا 11 ناقص 3 زائد 4 الكل أس 3. 11 ناقص 3 وتساوي 8. 8 زائد 4 الكل أس 3. 8 زائد 4 12. 12 أس 3 شو يعني؟ يعني ال 12 بدي أضربها في نفسها كم مرة؟ 3 مرات. 12 ضرب 12 ضرب 12 وتساوي هي 12 أس 3 تساوي كم؟ 1728. تمام؟ إذا ناتج قيمة العدد هذا اللي هو 1728. تمام يا مس؟ طيب خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده، بيحكي لنا عندنا هون 2 تربيع زائد 3 تربيع وتساوي 2 تربيع، يعني 2 ضرب 2 أو 2 أس 2 اللي هي إيش؟ 2 ضرب 2 وتساوي 4 زائد 3 أس 2، شو يعني 3 ضرب 3 وتساوي 9. 4 زائد 9 وتساوي 13، إذا تساوي كم؟ 13. تمام؟ طيب نيجي لرقم 18، بيحكي لنا 17 تربيع، شو يعني 17 تربيع ناقص 9 تربيع أو 9 أس 2؟ 17 أس 2 يعني 17 مضروبة في نفسها مرتين. 17 ضرب 17 ناقص 9 أس 2 يعني 9 ضرب 9. 17 ضرب 17 وتساوي 289 ناقص 9 ضرب 9 81. بطرح 9 ناقص 1 8. 8 ناقص 8 صفر. 2 ناقص 2. إذا الناتج بيساوي كم؟ 208. تمام؟ باجي بحلل العدد 17 أس 2 يعني 17 ضرب 17 ناقص 9 أس 2 وتساوي 9 ضرب 9 وتساوي 81. 17 ضرب 17 289 ناقص 9 ضرب 9 81 وبطرح. تمام؟ طيب عندنا 6 أس 3 وتساوي 6 ضرب 6 ضرب 6، يعني الستة بدنا نكررها 3 مرات وتساوي 216. تمام؟ إذن بدنا نحلل الأعداد التالية. أول إشي بنجد قيمة اللي داخل الأقواس، بعدها إيش؟ بنضرب. إن 11 ناقص 3 زائد 4 وتساوي 12 أس 3، يعني 12 بدي أضربها في نفسها 3 مرات، 12 ضرب 12 ضرب 12 وتساوي 1728. عندنا 2 تربيع يعني 2 ضرب 2 وتساوي 4، زائد 3 تربيع يعني 3 ضرب 3 وتساوي 9، 4 زائد 9 تساوي 13. تمام؟ طيب عندنا هون 17 تربيع ناقص 9 تربيع، 17 أس 2 أو 17 تربيع، يعني 17 ضرب 17 بدي أضرب ال 17 في نفسها مرتين وتساوي 289 ناقص 9 ضرب 9 وتساوي 81. تمام؟ 289 ناقص 81 وتساوي 208. طيب 6 تكعيب يعني 6 ضرب 6 ضرب 6، الستة بدي أضربها في نفسها 3 مرات وتساوي 216. تمام يا مس؟ طيب خلينا ننتقل للسؤال التالي. قلنا اكتب ناتج تحليل كل مما يلي إلى عوامل الأولية باستعمال الأسس. تمام؟ عندنا العدد 1125، حكينا لنحلل العدد العوامل الأولية عندنا طريقتين، طريقة الشجرة أو طريقة القسمة المتكررة. عندنا العدد 1125 يقبل القسمة على إيش؟ على 5، لأنه أحاده 5. باجي بحكي 1 تقسيم 5 لا يجوز، باخذ ال 11 تقسيم 5 كم بتساوي؟ 2، لأنه 2 ضرب 5 كم بتساوي؟ 10، فبضل من ال 11 واحد بحطه هون. 12 تقسيم 5 ايش ضرب 5 بعطيني 12 او اقل منها اللي هي 2، لانه 2 ضرب 5 10، فبضل من 12 2 بحطه هون. 25 تقسيم 5 وتساوي 5، 225 تقبل قسمة على ايش؟ على 5. 2 تقسيم 5 لا يجوز، 22 تقسيم 5 4، لانه 4 ضرب 5 20، فبضل من 22 2 بحطها هون. 25 تقسيم 5 وتساوي 5، عندنا 45 تقبل قسمة على ايش؟ على 5. 45 تقسيم 5 تساوي 9، على 3 1 هون ستوب. لما أصل عنا للعدد 1 بوقف. فالعوامل الأولية للعدد 1125 إيش بتساوي؟ 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 3 ضرب 3. هاي عنا الأعداد، عنا 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 3 ضرب 3. طيب أنا ليش أكتبها بالصيغة هاي القياسية؟ ليش ما أختصرها باستعمال الأسس؟ 5 كم مرة متكرر؟ هي العدد 5 أس إيش؟ أس 3، تكرر عندنا 3 مرات ضرب 3 أس 2. تمام؟ فإذا العدد 1125 إيش بيساوي؟ 5 أس 3 ضرب 3 أس 2. تمام يا مس؟ طيب نيجي ننتقل للعدد التالي 968. عندنا 968 بما أنه أحد زوجي فيقبل قسمة على 2. 9 تقسيم 2 وتساوي إيش؟ 4، لأنه 4 ضرب 2 8، فبضل من 9 واحد بحطه هون. 16 تقسيم 2 وتساوي 8، 8 ضرب 2 16، 8 تقسيم 2 وتساوي 4. تمام؟ 484 تقبل قسمة على إيش؟ على 2. 4 تقسيم 2 2، 8 تقسيم 2 4، 4 تقسيم 2 2، 242 تقبل قسمة على 2. 2 تقسيم 2 1، 4 تقسيم 2 2، 2 تقسيم 2 1. 121 على إيش تقبل القسمة؟ على 11، لأنه 11 ضرب 11 كم بتساوي؟ 121. 121 تقسيم 11 وتساوي 11 11 بواحد. تمام؟ إذا هون ستوب. فعنا العدد 968، هي 968 إيش بيساوي؟ حاصل ضرب العدد 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 11 ضرب 11. طيب أنا بدي أختصرها بإيش؟ باستعمال الأسس. 2 ضرب 2 ضرب 2 اللي هي 2 أس 3 ضرب 11 أس 2 وتساوي 2 أس 3 ضرب 11 أس 2. تمام يا مس؟ تمام. خلينا ننتقل للرقم التالي 936. 936 يقبل القسمة على 3. 9 تقسيم 3 3، 1 3 تقسيم 3 1، 6 تقسيم 3 وتساوي 2، 312 برضو تقبل القسمة على ايش؟ على 3. 3 تقسيم 3 1. 1 تقسيم 3 0 ما بنساه. 12 تقسيم 3 4. 104 تقبل القسمة على ايش؟ على 2. 1 تقسيم 2 لا يجوز. 10 تقسيم 2 وتساوي 5. لأنه 5 ضرب 2 10. 4 تقسيم 2 وتساوي 2. 52 تقبل القسمة على ايش؟ على 2. 5 تقسيم 2 4. 4 ضرب 2 5 تقسيم 2 2. عندنا 5 تقسيم 2 2 لأنه 2 ضرب 2 4 فبضل من الخمسة واحد بحطه هون. 12 تقسيم 2 وتساوي كم؟ 6. 6 ضرب 2 وتساوي 12. طيب 26 تقبل القسمة برضو على 2. 2 تقسيم 2 وتساوي 1. 6 تقسيم 2 وتساوي 3. 13 تقبل القسمة على ايش؟ على 13 على نفسها. 13 تقسيم 13 1. إذا هون ستوب. فالعوامل الأولية للعدد 936 كم بتساوي؟ عنا 3 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 13. 3 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب ايش؟ خلينا نكتبها بطريقة أفضل وتساوي 3 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 13. طيب أنا ممكن أختصرها بطريقة إيش الأسس؟ 3 ضرب 3 اللي هي 3 أس 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 اللي هي 2 أس 3 يعني 2 متكرر عنا 3 مرات ضرب إيش؟ ضرب 13. تمام؟ إذا 936 تساوي 3 أس 2 ضرب 2 أس 3 ضرب 13. تمام يا مس؟ طيب ننتقل للرقم التالي اللي هو 5929. 5929 أن العدد هون يقبل القسمة على 7. تمام؟ باجي بحكي 5 تقسيم 7 لا يجوز. طيب 59 تقسيم 7 كم بتساوي؟ 8 لأنه 8 ضرب 7 كم بتساوي؟ 56. فستة 59 كم بضل منها 3 بتصير هاي 32. 32 تقسيم 7 كم بتساوي؟ 28. 32 تقسيم 7 بتساوي 4 لأنه 4 ضرب 7 بتساوي 28. تمام؟ فكم بضل من 32؟ بضل من 32 4 بحطها هون بتصير هاي 49 تقسيم 7 وتساوي 7. تمام؟ إذا 5929 بتقبل القسمة على إيش؟ على 7. بحكي 5 تقسيم 7 لا يجوز. 59 تقسيم 7 8. 8 ضرب 7 56 فبضل من 59 3 بحطه هون بتصير هاي 32. 32 تقسيم 7 4. 4 ضرب 7 بتساوي 28 فبضل من 32 كم؟ 4. باجي بحطه هون 49 تقسيم 7 كم بتساوي؟ 7. تمام يا مس؟ طيب خلينا هون 847 تقبل القسمة على إيش؟ 847 تقبل القسمة على 7. خلينا نجرب ال7. طيب 8 تقسيم 7 بتساوي 1 لأنه 1 ضرب 7 7 فبضل من 8 1 14 بتصير هاي 14 تقسيم 7 2. 7 تقسيم 7 بتساوي 1. 121 عندنا ال 121 تقبل القسمة على إيش؟ على 11. على 11 ب 11 1 ستوب. إذا العدد 5929 يساوي إيش ضرب إيش ضرب إيش؟ 7 ضرب 7 ضرب 11 ضرب 11. تمام؟ هاي عوامله الأولية. تمام؟ طيب بدي أكتبها بدل ما هي مكتوبة بالطريقة هاي الصيغة القياسية بدي أكتبها بالصيغة الأسية. 7 ضرب 7 اللي هي 7 أس 2 ضرب 11 ضرب 11 11 أس 2. إذا 5929 بتساوي 7 أس 2 ضرب 11 أس 2. تمام؟ طيب نيجي ننتقل للرقم الأخير اللي هو 850. بدنا نحلل العوامل الأولية. 850 يقبل قسمة عنا على 2 يقبل قسمة كمان، خلينا نجرب على 2. 850، 8 تقسيم 2 بتساوي 4، لأنه 4 ضرب 2 بتساوي إيش؟ 8. طيب 5 تقسيم 2 2، لأنه 2 ضرب 2 4، فبضل من الخمسة واحد بحطه هون. 10 تقسيم 2 5. 425 تقبل القسمة على إيش؟ على 5. 4 تقسيم 5 لا يجوز. 42 تقسيم 5 8، لأنه 8 ضرب 5 40، فبضل من 42 2. 25 تقسيم 5 5. تمام؟ 85 برضو تقبل القسمة على شو؟ على 5. 8 تقسيم 5 1، 1 ضرب 5 5، فبضل من 8 ايش؟ 3. 35 تقسيم 5 17، على 17 1 ستوب. تمام؟ طيب إذا 850 إيش بيساوي؟ 2 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 17، لأنه 17 لا تقبل قسمة غير على نفسها. طيب أنا هون ممكن أختصرها وأكتبها باستخدام إيش؟ باستخدام الأسس. 2 أس 1 ضرب 5 أس 2 ضرب 17 أس 1، لأنه 17 عندنا هون متكررة كم مرة؟ متكررة مرة واحدة. إذا 850 بقسمها على 2، و850 تقسيم 2 425. 425 بقسمها على 5 بتعطيني 85. 85 تقسيم 5 17، على 17 1 هون ستوب قف. فالعدد 850 يساوي 2 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 17. فأنا ممكن أكتبها باستخدام الأسس بالطريقة هاي: 2 أس 1 ضرب 5 أس 2 ضرب 17 أس 1. تمام؟ إذا بنكتب الأعداد التالية بنحللها لعواملها الأولية باستخدام طريقة القسمة المتكررة، وعندنا هنا بنختصر هاي الأرقام اللي هي المكتوبة بالصيغة القياسية اللي هي مكتوبة بصيغة الضرب المتكرر دون استخدام الأسس، بنستخدمها بالصيغة الأسية، بنكتب العدد بصيغته الأسية. تمام؟ زي ما هو طالب منا في السؤال. طيب يا مس؟ تمام، خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال التالي بيحكي لنا: يضخ قلبي يوميا 7600 لتر من الدم، 7600 لتر من الدم تقريبا إلى جميع أنحاء جسمي، اكتب تحليل هذا العدد إلى عوامل الأولية بصيغة أسية. طيب خلينا نشوف العدد 7600 بدنا نحلله باستخدام إيش؟ الأسس. 7600 عندنا، خلينا نحلله باستخدام ايش؟ طريقة القسمة المتكررة إلى عوامله الأولية. 7600 تقبل قسمة على ايش؟ على 2. خلينا نشوف. 7 تقسيم 2 3، لأنه 3 ضرب 2 كم بتساوي؟ 3 ضرب 2 6، فضل من 7 واحد بحطه هون. 16 تقسيم 2 وتساوي 8. 0 تقسيم 2 0، 0 تقسيم 2 0، ما بنسى الأصفار. تمام؟ 3800 تقسيم 2، 3 تقسيم 2 1، 1 ضرب 2 2، فبضل من 3 واحد بحطه هون. 18 تقسيم 2 وتساوي 9، 1900 برضه بقسمها على ايش؟ على 2. 1 تقسيم 2 لا يجوز. 19 تقسيم 2 وتساوي 9، لأنه 9 ضرب 2 18، فبضل من 19 واحد بحطه هون. 10 تقسيم 2 5، 0 تقسيم 2 0، 950 تقبل القسمة على إيش؟ تقبل القسمة على 5. 9 تقسيم 5 1، لأنه 1 ضرب 5 5، 1 ضرب 5 5، فبضل من 9 إيش؟ 4 بحطه هون. 45 تقسيم 5 وتساوي 9، 0 تقسيم 9 وتساوي 0 تقسيم 5 وتساوي 0. 190 تقبل القسمة على إيش؟ على 2، ممكن على 5. خلينا نشوف الخمسة. 1 تقسيم 5 لا يجوز. 19 تقسيم 5 وتساوي 3، 3 ضرب 5 15، فبضل من 19 4. 40 تقسيم 5 وتساوي كم؟ 8. طيب 38 نستمر احنا لأنه لسه ما وصلنا للعدد 1. 38 تقسيم 2، 3 تقسيم 2 1، ولأنه 1 ضرب 2 3 فبضل من الثلاث 1 بحطها هون. 18 تقسيم 2 وتساوي 9. 19 لا تقبل قسمة غير على 19، 1 ستوب. إذا العدد 7600 بيساوي إيش؟ 2 ضرب 2 ضرب 2. عنا هون خلينا نستخدم لون ثاني، هاي 2 ضرب 2 ضرب 2، وعنا هاي الاثنين، يعني 2 تكررت كم مرة؟ 4 مرات. ضرب 2 ضرب 5 ضرب 5 5 ضرب 5 ضرب 19. تمام؟ طيب أنا هون بدي أستخدم طريقة الأسس، بدل ما هي مكتوبة بالطريقة هاي بدي أختصرها، فباجي بحكي 2 كم مرة تكررت عندي؟ 2 أس 4 ضرب 5 أس 2 ضرب 19. تمام؟ إذا 7600 بتساوي 2 أس 4 ضرب 5 أس 2 ضرب 17. تمام يا مس؟ طيب خلينا نشوف السؤال التالي. بيحكي لنا هون، خلينا نمسح هاي التحليل. السؤال التالي بيحكي لنا أضع إشارة صح إزاء العبارة الصحيحة وإشارة خطأ إزاء العبارة الخاطئة. عندنا هون 2 أس 4 يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 4 مرات. هل هي أكبر من 4 أس 2؟ خلينا نشوف. 2 أس 4 وتساوي كم؟ 64. هل 64 أكبر من 4 ضرب 4 وتساوي 16؟ خطأ. تمام؟ طيب عندنا 11 أس 2. 11 أس 2 شو يعني؟ 11 ضرب 11 وتساوي 121. هل تساوي سالب 11 أس 2؟ شو يعني؟ يعني سالب 11 ضرب سالب 11 وتساوي 121. هل ال 11 أس 2 تساوي سالب 11 أس 2؟ نعم. تمام؟ طيب عندنا 5 أس 4 هل تساوي 125؟ 5 أس 4 شو يعني؟ 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 هل تساوي 125؟ 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 تساوي 625، لا تساوي 125. إذن هاي العبارة إيش؟ خاطئة. تمام؟ 8 أس صفر حكينا أي عدد صفر مرفوعا للأس صفر يساوي 1. هل تساوي سالب 1 أس 8؟ شو يعني؟ يعني سالب 1 ضرب 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 سالب 1 اللي هي مكررة 8 مرات. نيجي نشوف اللي هي هون سالب 1 ضرب سالب 1 ضرب سالب 1 ضرب سالب 1 سالب 1 ضرب سالب 1 ضرب سالب 1 1 2 3 4 5 6 7 سالب 1. طيب عندنا هون سالب 1 مع سالب 1 موجب 1 موجب 1. عندنا هون وسالب 1 مع سالب 1 موجب 1 وسالب 1 مع سالب 1 موجب 1 وسالب 1 مع سالب 1 موجب 1. فهي سالب 8 سالب 1 أس 8 بتساوي كم؟ بتساوي موجب 1. فهل الموجب 1 أو الواحد بتساوي 8 أس 0 اللي هي 1؟ نعم. عبارة صحيحة. 8 أس 0 تساوي 1 وسالب 8 أس سالب 1 أس 8 بتساوي برضه 1. فالعبارة عندنا هون صحيحة. طيب هل العبارة التالية دائما خطأ أم أحيانا خطأ أم دائما صحيحة؟ أبرر إجابتي. إذا كان نون عددا سالبا فإن نون أس 2 أكبر من نون أس 3. خلينا نشوف. تمام خلينا ننتقل للسؤال الأخير. هل العبارة الآتية دائما خطأ أم أحيانا خطأ أم دائما صحيحة؟ أبرر إجابتي. إذا كان العدد n عددا سالبا فإن n أس 2 أكبر من n أس 3. خلينا نشوف. حكى لنا إذا كان العدد n عددا سالبا، لو حكينا سالب 1 أس 2 هل هي أكبر من سالب 1 أس 3 سالب 1 أس 2 1 أكبر من السالب 1، لأنه سالب 1 ضرب سالب 1 ضرب سالب 1 كم بتساوي سالب 1، فالواحد أكبر من السالب 1، إذن صحيحة. خلينا نجرب عدد ثاني. لو حكالنا سالب 5 تربيع، هل هي أكبر من سالب 5 أس 3؟ سالب 5 أس 2 شو يعني؟ يعني سالب 5 ضرب سالب 5 وتساوي 25. 25 هل هي أكبر من سالب 5 أس 3؟ شو يعني سالب 5 ضرب سالب 5 ضرب سالب 5 وتساوي سالب 125. سالب 125، فال 25 أكبر من السالب 125. نعم، إذا العبارة إيش؟ دائما صحيحة. تمام؟ هاي الأمثلة موجودة عندنا هون. وبهيك يا مس بنكون أنهينا حل تمارين ومسائل درس القوى والأسس، ويعطيكم ألف عافية.